وعن هذا الموضوع ينضم إلي دكتور إبراهيم حربجي مدير مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة. أهلا بك دكتور، يعني شاهدت التقرير وشاهدنا أيضا زيارة وزير الصحة إلى مستشفيات الناصرة، يعني ما هي الحلول المقترحة المطروحة أمامكم الآن؟ الحلول هي ميزانيات، زي ما سمعنا كيف حكى المستشفى الناصرة، فمثل مستشفى الناصرة كمان المستشفى عندنا كان مليان من المرضى، واحنا بنعرف ان الناصرة مش بس بتاخذ مرضى الناصرة، احنا بناخذ مرضى الناصرة واللي حول الناصرة، حتى وصلونا مرضى من نهرية ومرضى من حيفا لما ما كانت الاقسام اللي فتحوها جديد مش مفتوحة بعدها، فكان عندنا اكتظاظ كبير لانه من كل محل كان يصلنا وكنا مجبورين نقبل المرضى. وانت بتعرفوا انه مستشفيات الناصرة مش ما فيش فيها عدد أسرة كبير مثل باقي المحلات اللي فتحوا فيها وين توقف السيارات بالحنيون وكل المحلات وزادوا عدد الأسرة، احنا ضلينا بعدد الأسرة. مع كل هذا قمنا بتقديم كل الخدمات الصحية لكل شخص وصل على الناصرة وعلى مستشفيات الناصرة. المشكلة هي مثل ما حكينا كل مرة بنحكي انه احنا ما فيش عندنا مخزن نحطين فيه اطباء وممرضين وممرضات، فموجودين عندنا بدنا نستغلهم كمان لنكمل نعالج باقي المرضى ونعالج مرضى الكورونا. نعم. علشان هيك طلبنا من الفتره الاولى طلبنا يزيدوا عدد الاطباء والممرضين والممرضات، طلبنا انه يبعثوا لنا معدات، لكن كل طلباتنا قليل جدا ما اعطونا اياها. عشان هيك طلبنا كمان مرة يزورونا ويشوفوا الأوضاع في الناصرة عن قرب، ومزبوط لبوا طلبنا، وأجا وزير الصحة مع الطاقم تبعه مع المدير عام وزارة الصحة، وهاي المرة فرجونا إنهم مهتمين أكثر وفرجونا جدية أكثر، وكيف حكونا ووعدونا إنه هاي المرة راح يعطونا مساعدات، لأنه إحنا بحاجة لمساعدات، وإذا كملت الكورونا مع الإنفلونزا اللي جاي إذا ما أخذناش مساعدات وميزانيات صعب نكمل تقديم العلاج. نعم، على أمل فعلا يعني أن يعني يفي بوعوده، ولكن سأنتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع يعني الأزمة الطبية في المستشفيات بشكل عام قبل الكورونا. هل كشفت كورونا أزمة أو فجوات بين المستشفيات في الشمال وفي المركز وفي الجنوب، وما هي أبرز هذه الفجوات؟ أكيد إذا نطلع على المركز كل المعدات وكل الطواقم الطبية وعدد الأطباء وعدد الممرضين أكثر بكثير من المستشفيات اللي بالشمال. إحنا كمان مش بس مستشفيات بالشمال، إحنا مستشفيات الناصرة اللي مش مدعومين من وزارة الصحة، كل المستشفيات الثانية أو من صندوق المرضى إكلاليت أو من وزارة الصحة، كلهم تابعين لوزارة الصحة وتابعين لمحلات للحكومة اللي بتعطيه المصاري وتعطيه ميزانيات. إحنا مستشفيات اللي بنأخذش دعم من قبل الكورونا، بنأخذش دعم ومدبرين حالنا طول الوقت، نطالب إنه إحنا مثلنا مثل باقي المستشفيات بنقدم الخدمات. فلما شافوا إنه إحنا إسا بتضيق وشافوا حالهم بتضيق، وصارت مستشفيات الناصرة فتحوا عينهم وشافوا إنه مستشفيات الناصرة تخدم البلد مثلنا مثل باقي المحلات. فإذا بيعطوناش وبيكملوش يعطينا بدون الكورونا، بدون يعطونا ميزانيات، صعب نكمل. فالمستشفيات هاي بتخدم وقت السلم ووقت الحرب ووقت الأمراض المعدية، وكل المكان لازم إن بيستعملوها، بدل ما يفتحوا محلات مستشفيات جديدة هم في مستشفيات بالناصرة مع طواقم مؤهلة اللي بتقدر تخدم البلد، لكن ناقصها ميزانيات. طيب في حال تفشي المرض أكثر وانتشار أكثر للمرض، هل برأيك المستشفيات مع هذا الاقتباض تستطيع يعني أن تتحمل أكثر من هذا؟ إحنا مظبوط اقترحنا أو هن كمان عرضوا علينا أن نفتح كمان حوالي 52 سرير في المستشفى، عندنا محل جاهز بس ناقصه ميزانيات. علشان هيك إذا كان زادت الهاي بدون ما نفتح أسرة رايح يكون مشكلة كبيرة، فكان إحنا ولا مستشفى الناصرة إذا ما فتحناش وكبرناش الأسرة عدد الأسرة رايح يكون المنطقة في مشكلة كبيرة. نعم، على أمل أن لا نصل إلى يعني هذه الحالة. دكتور إبراهيم حربجي مدير مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، شكرا لك. شكرا لك.